سنة الأربعية دلش شو وقع بالضبط دابا حاليا امام ولايه انفاس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حمال ابراهيم كاتب الاقليمي ديال الاتحاد الوطني للشغل المغرب ومبتدئ ديال قطاع سياره اجره بالصف الاول، رئيس التنسيقي ديال القطاع ديال النقابات بفاس سياره اجره بالصف الاول. اولا وقع واحد المشكل خطير هاد العشيه اللي متعودين عليه، ولكن هاد النهار كان واحد الخطوره اكثر. طاكسي حمراء جات كتباري وكتفرض القوه ديالها، وكان من الامن خرجت من يده، خرجت على السيطره ديالو، بقات كتباري الطاكسي كبيره، وبارتنا واحد الشيفور ديال الطاكسي كبيره، وجا الامن لقاو عنده هذيك الشيفور شي رخصه ثقه واقيله مساليه بشي عام ولا هذا، لقاو عنده لا فيزيت العينين كيقول هو طاحت له غير ما بين الصراع مع بين الطاكسي حمراء تما، وقفوه السيب عليه وقالوا له انت كدير راكولاج وفي كل السوارت وضربوه. المحاضر درناهم، كنشكروا الامن اللي دخل في هادشي ديال المحاضر. هزوا الطوموبيل داوها للفوريان. الشاف ديال البوانتاج ديال البوانتاج سي بوطيبي قال لك انا درت حل وصيفطها للمستودع البلدي. هذه علامه استفهام، وهذا هو التواجد ديالنا علاش راحنا هنايا. القرار العاملين اللي غينظم سياره الاجره للصف الاول والصف الثاني كنتسناوه كاملين، كنظن وكنتمنى يكون بخبر السيد الوزير الداخليه. السيد الوالي الجهه راه كينظم وداير اقصى مجهود، هما والسلطات كامله، لا سيد العمده ولا السلطات الامنيه. هاد النهار تفاجئنا الطوموبيل دخلت لفوريان، بقاو كيجاوبونا الناس الامن دابا حاليا كيجاوبونا كيقول لك خصها تدخل فوريان قانونيه. قلنا لهم علاش؟ قال لك على البيرمي فيه ما خصهاش تدخل، كنظلموا دواله السير واضحه. السيد ما عندوش لا فيزيت العينين، سحبوا له رخصه السياقه سيفطوها للمديريه النقل. قال لك على البلايص، والبلايص ما عندهمش شي مبرر انه عندهم البلايص، عندهم لي كارت ناسيونال ولا السميه ديال الزبناء في الطوموبيل. وثانيا هذا القرار ديال البلايص ولا ماشي بلايص، راه الطاكسي مديوره باش تهز البلايص، باش تهز الزبناء، ماشي باش تهز شي حاجه اخرى من غير بنادم. دونك هذا القرار ديال تهز البلايص ولا ما تهزش مازال ما عنده الحق حتى واحد يتدخل. خصنا نحترموه ونتريتوه ونعينوا سيد الوالي تيخرج لنا هذا القرار اللي حنا خصنا نحترموه ونتريتوه عليه وناخذوا القرار فيه كاملين. دابا حنا هنا بالجوع، لا حنا ولا ولادنا ما يمكنناش نمشيو بحالنا ونسمعوا هاد السائق السياره ديالو في المستودع البلدي حتى يعطيونا السياره ديالنا اللي هي من الصف الاول ونخرجوها ونمشيو بحالنا الناس. اذا حنا كنطالبوا تسيدنا يتدخل في هاد الامر، هذا حنا مطلوبين. وهاد الطاكسي حمراء اللي هي مجموعه قليله، ماشي الطاكسي حمراء، راه تحياتي للسائقين ديال المستودع الاول، راه واحد طبقه قليله اللي كدير راكولاج بالضبط، واللي عندها واحد بلاكه صفراء في الباتريز هي اللي كدير الرصيف لافيات ب 5 دراهم البلاصه، هي اللي كدير سيدي بوجيده نرجيس ب 5 دراهم البلاصه، لان مشاو للراكولاج وما قدوش على انهم يتحاربوا من خلال القرار اللي غيخرج اللي خصو ينظمهم وما يبقاش يدير راكولاج. نعم. فلهذا كنقول سيدي الوالي الجهه يصرع لنا بهذا القرار ونكونوا حاسمين فيه ان شاء الله في اقرب وقت. قبل قليل كانت واحد الوقفه ديال السيكيورتي احتجاجنا على الطاكسيات الكبيره واحتجاج على تمييز ديال الامن، ان الامن تيقوم به بعمليه المراقبه فقط الطاكسيات الحمر، ما ردوكم علاش؟ بالنسبه لينا جا واحد الحدث باش نوضحوا للراي العام والسائقين والسلطات. جا واحد الحدث اللي هو طاكسي الامن خدام وقايم بالواجب ديالو بسياره اجره من الصف الاول اللي هما ماشي دي بارفاس، كيدخلوا للفوريان وكيسحب لهم دنيا اعتمادا على القرار. المأذونيه كتمشي للديبار ديالو، لان هذا هو الظاهر شوف اللي كاين، هذا هو القانون. واحد الطاكسي المكناسيه دخلت كتنتمي لهاد النقابه اللي دارت هادشي في الطاكسي حمراء هاد النهار، ثلاث ايام ولا اربع ايام هما كيتقاتلوا باش يخرجوها، والامن كنحييه في هاد النقطه بقى ثابت في القانون ديالو ما خرجتش. ناضوا كيقلبوا في الطاكسي كبيره انهم يحاربوها. الطاكسي حمراء حاليا ما كتراقبش، شكون كتراقب؟ وكرام هما اللي دخلوا الفوريان على الركلوج كيديروا في الرصيف ومن بند باب في سيدي بوجيده ومن واد فاس ومن اي بلاصه. لو كان تراقبوا مزيان وفي لاكار، لاكار كيهزوهم 50 درهم البلاصه السائح و 60 درهم الفرصه، وكان كانوا كيتراقبوا بالمعقول وكان راهم كيدخلوا الفوريان هما الولا. اما حنا مازال كنقول كنحترموا قرار السيد الوالي، نهار اللي غيخرج قرار السيد الوالي اعتمادا على الاجتماعات اللي درنا لا مع سيد العمده ولا مع سيد الوالي ولا مع الكتيب معاهم اقتراحات ديالنا، حنا غنحترموا هذا القرار وغادي نحاولوا نقنعوا المهنيين ديالنا على قدر المستطاع، ونتمنى والله نكونوا في حسن الحظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الاخوان السائقين المهنيين. عز الدين صادق، كاتب اقليمي منظمه ديمقراطيه للشؤون المهنيه. هاد المشاكل الاخ ديالي، هاد الشيء اللي كنعيشوه راه بزاف. هاد الشيء، هاد الناس ديال الطاكسي بالصنف الثاني راه بزاف. هادي واش حنا في دوله الحق والقانون ولا عاودين نبداو نديروا المشاكل؟ بمعنى هاد السيد هاد السائق ما كيخدمش كاع هنا في فاس، تيخرج على برا، ديما تيتوجه على برا، وجاو داروا له واحد المشكل ديال النصب. طلع له سائق مهني ديال الطاكسي الصغير، وتعرضوا ليه الاخوان الاخرين ديالهم، وداروا به وتقرفصوا عليه، وفي هاد الحاله ضربوه كاع. شنو هاد الحاله هادي؟ ومن بعد السياره ديالو غادي لافوريان. شنو هذا؟ راه مشكل، هذا خطير. هذا باش يديو له الطاكسي ديالو لافوريان شي بدون سند قانوني. فلهذا كنلتمسوا من السيد الوالي باش يسرع بهذا القرار ديال الولايه الجهه على عده اجتماعات اللي دزنا معاهم المسائل، باش يخرج هذا التنفيذ هذا القرار، ونجلسوا الارض ونشوفوا المسائل اللي عندنا. وحنا لا كاين والمدن اللي كيخدموا داخل المجال الحضاري بالنسبه للطاكسا مكناس طنجه مراكش الدار البيضاء، اسيدي هاد الناس علاش استثناء بدون استثناء الا فاس بوحديتها؟ الدار البيضاء فيها الترامواي، فيها الطاكسي كبير، فيها الطاكسي صغير، فيها الطوبيس، فيها كل شيء. علاش هاد الناس كيديروا الفوضى؟ كيبغيو ياخذوا حقهم اليوم، وراه حقنا هذاك، حقنا هذاك. وفوق هذا الشيء هذا كله، هاد الناس كيخدموا بلا عداد وزياده في الركاب، وكيديروا اللي بغاو. واش حنا في دوله الحق والقانون ولا نبقاو نديروا المشاكل؟ واش حنا في غابه؟ راه عندنا مملكه الحمد لله، وعندنا سيدنا الله ينصرو. وكنخاطب السيد الوالي ديال الجهه باش يسرع بهذا القرار هذا فيما يرضي الله، ونتعاونوا كنا ونخدموا كنا، كل واحد يعرف ما له وما عليه. احتراماتي لجميع السائقين. الله يجازيكم بالصفه قبل تدريس مسخر ملقب بالشلح. كاتب محلي بن سوده. الله يجازيك بخير. حنا هاد الناس هادو راه يوميا عندنا هاد التعسفات هادو وهاد المشاكل ديال اللي قلتي طاكسي تتباري كرون طاكسي بدون اي قانون وبدون اي صفه. كيجي كيباريها، واش هو امن؟ وتلقى مثلا كوموندون ديال البوليس تيقول له راه درنا لهم خاطرهم. واش هذا من الله وما هذا من الكار؟ كي داير هذا غيجي يدير خاطر لهذا ولا يدير خاطر لهذا؟ هذا راه الامن خصو يطبق المسطره القانونيه على الجميع، وما كاينش حتى شي قانون وشي بوند تيقول بان الطاكسي هذه تمشي للفوريان. اشمن صفه واشمن قانون؟ بغينا غير نشوفوا هذه المدونه اللي كاينه ديال السير تتقول لك هذا الكرون طاكسي تمشي للفوريان. شنو هو؟ بغينا غير نعرفوا علاش. وهاد الريكولاج واش كاين في هاد الوقت؟ وغير في مدينة فاس. وهاد الناس وهاد الطاكسي الحمراء تتدير الريكولاج. وهاد الناس فوضويين ديال بتي طاكسي حاشا جوادهم. كاينين الناس اللي معقولين ومطبقين القانون ديالهم ومستقمين كلهم اللي خدامين بالعداد كلهم ما كيديروش ما كنلقاوش معاهم المشكل. ولكن هاد الشفارة هادو هما اللي كنلقاو معاهم المشاكل. كيهز اربعة البلايص وخمسة البلايص.